السلام عليكم حميد للو معكم من جديد. بغيت نخرج معكم باسكو عطيتكم موعد واليوم في الليل ما يقولش عندي الوقت دونك يفالك نديرو الان راني في الايروبور. واش راه صاري؟ راه صاري انه الناس راهم يهضروا على دروك كيس كيفو فيه واش لازم نديرو. الان انتهينا من هذه المقاطعة كما قلت لكم 30 اوت جي بوستي في لاباج تاعي قلت لكم واش راهي صرا لي 8 بوين اللي هضرت عليهم في 30 اوت راهم هما اللي صراو. الطريقه اللي النظام راح يحاول يضغط يحاول لي الهروب الى الامام ولا اخره. نشوفوا الصفحه تاعي كاين 8 بوين لي 8 بوين هضرت عليهم بقى غير لو 8 بوين اللي مازال ما صراش باسكو هذاك مع الوقت. هذه اولا. ثانيا الناس يهضروا على هذا لي شيف الى اخره. يعني بصراحه لي شيف لا بارتيسيپاسيون شحال شاركوا شحال فوطا وشحال هارو انا ما نهتمش لهذا. علاش؟ باسكو هذوك الارقام خطا. هذوك الارقام يديروهم من الاولى يزوروا فيهم. الان علاش داروا ان كافوياج؟ باسكو بور اون فوا زعما ايزونسي دو فير دي شوز بطريقه علميه باش يهفونا لا موين. كيفاش يكالكيليوها لي جون دي ستاتستيك يفهموكم باللي يا لا موين سوا تو برون لو بلو غران لو بلو بيتي تو لي روجوان اي تو ديفيز ولا تو برون لي شيفر كاع بيناتهم اي تو لي ديفيز بار لو نومبر دو شيف لي ديت. دونك خلوطه. كاين بليزيور مانيير وهما لا مانيير لي داروها ايزون فابوريزي لي طو لي بلو ايلفي سيتادير ان طو لي صرا في تمن راس توين الناس بار اكزومبل. استناو لانوس اذا قضبوا داك لي شيفر كيما هكا بيان سور يقضبوا لو بلو غرو شيف لو بلو بيتي يجمعوهم يديفيزي بار دو غادي يقضبوا لك ان شيفر تاع 8 راسات 8 راسات ميم الى 100% تاع 8 راسات فوطاو شحال 100000 200000. سي بور سا كو يغلطوكم بهذه الطريقه. الطريقه اللي يحسبوا بها هي سا ديبون واش داو سكون ابل لا نورم ولا داو لا مويان ولا جينيرال ولا داو حسبوا غير هذوك لي فوطا ولا حسبوا سي خلطوها خلطه في خلطه. مهما داروا الكذب في الكذب. دونك انا لي شيفر ما نهتمش بهم ما نضيعوش وقتنا في لي شيفر. هذا دليل اخر انه هما حاصلين غير في الكذب. واحدين قالوا علاش هاد الخلطه الشك في النظام اسكو يفون فاليدي لي شيف واش راه صاري مع تبون اسكو يبغوه ما يبغوش تبون اي سو سون روندي كونت. انا مانيش باغي نهضر على تبون حقيقه لانه ان الامر ما يتعلقش بالاشخاص. حاول غلطه تاع واحدين اون 2019 كانوا يقولوا لا للعهده الخامسه بون لا للعهده الخامسه وبو دا موا مشاو كيسموه بوتفليقة وجابوا لكم حاجه جديده. دونك فو با بعدوا من هذه المشاكل تاع تبون شنقريحه هذوك. والله لا باغي نقول واحد الكلمه اللي هذوك خضره فوق طعام تبون شنقريحه الوزير الاول وزير خارجيه وزير الاول التالي ما راهش مهم. بعدوا من الاسماء. احنا مشكلتنا مع النظام البوليس السياسي والبناء. نظام البوليس السياسي هو نظام غير رسمي. فهمتها لكم هضرتها لكم بليزيور فوا قلت لكم كومون سا مارش وقدر نرجع لهذا لو سوجي. مي قولوا للناس يشوفوا لي فيديو تاعي جلي بيان اكسبليكي لي زيكسبليكاسيون راهم ملاح. دونك هذا يبين انه المشكله في لما تكون نظام مافياوي ولا نظام تاع بوليس سياسي هما يجتمعوا بيناتهم ويختاروا لو بلو فابل. علاش يختاروا لو بلو فابل؟ باسكو واحد صحيح ومارق يبغى يلعب لهم كيما نقولوا السفره تربح. جابوا بوتفليقه إلي تي لو بلو فابل باسكو إل أفي كومون ديراج إل أفي تخيني دي كامال عليه أدلة على السرقة على 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 الغش على بزاف صوالح. مي جابوه إذا في با الشوا باسكو حسبوا بلي مين يجيبوه هو غادي يسلكهم من المشاكل تاع التسعينات إلى آخره. ومع الوقت بان لهم بلي هادي هاد السيد خرج لهم معظم
بدا يلعب لهم صفرة تربح كما نقولوا. maintenant جاتهم une leçon, on va prendre quelqu'un de très faible. le problème c'est que تبون il est tellement faible, aucune personnalité, ولا يخسر لهم اللعب. علاش؟ باسكو ملي تفهموا على حاجه ابري واحد يجي يهرب له منا ملي يجيبوا له حاجه يلوي فون ديبرسيون, بعد هو غير يخلط كور وعط اللعور, ولات حاجه غموض. كور عط اللعور في الاقتصاد, كور عط اللعور في الـ في الـ في الـ كيسموه في لا دبلوماسي, في كل حاجه. و دوكو اي نغيت با دو غاماسي دي جمال. هو ثاني النقطه الاخرى, الناس راهي تكريتيك بزاف, راهم يهضر وحنا درنا مليح ما درناش مليح, خسرناها ما خسرناهاش, خسرنا ربحنا. انا 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 جي في مون كونستا, ربحنا معركه. الحرب مازال قائمه, هذه حرب غير بدون عنف, حرب متحضره ضد نظام غاشم. ربحنا معركه, مازال معارك, ورانا نتعلموا وتعلمنا اكثر. احنا رانا من 2019, ما يغلطوكمش. بون ايزون فيني لاناس, اذا ما يغلطوكمش. الناس اللي يجي يقول لكم انتم ما كان والو, الحراك مات الى اخره, نعاودها الاخيره, مش ما تكثروش الكلام. نعم خويا حمزة, ربحنا معركة الشرعية, هذيك ربحنا عام 2019. أنا نظن ربحنا معركة أخرى تاع النضوج وتاع المدنية وتاع التحضر وتاع العقل وتاع السلمية وتاع الاستمرار في النضال. هذو هما المعارك اللي رانا نربحوهم. إذا قضية الكريتيك هذو غادي نقولها لكم آخر مرة. قال لك وحدين المقاطعة هذه ليست وليدة الحراك, لأنه الشعب عنده موالف يقاطع. هذا صحيح, الشعب موالف يقاطع من 1962. الفرق بين كل مرات اللي دار مقاطعات وهذه المرة حتى مع 2019, المقاطعة أولا هي أكبر مقاطعة درناها هذا العام. 2019 مقاطعة كانت أقل, هذه الأولى. النقطة الثانية, عمرنا في حياتنا في تاريخ الجزائر ما درنا مقاطعة مع حملة أقعد في دارك, وهذه الحملة نجحت. إذا هذه ماشي وليدة الصدفة, ماشي وليدة قضية تاع جزائري موالف. كيفاش هذه موالفة؟ عمره ما دارها. أول مرة الجزائري قاعد في داره ما يخرش, قلنا ما تمشيش القهوة, ما تمشيش الجامعة, ما تمشيش الاسطار, ما تمشيش الكارتي بتاعك, ما تدير والو, قاعد في دارك وما تفوتش. هذه أول مرة, وماشي غير أنا, جماعات متعددة داروا هذا النداء والحمد لله نجح. إذا ما نرجعوش لهذا الكلام. قضية أخرى, كاين قضية حضرت فيها في الماضي,
وسميتها الانتليجنس ايموشنال، يعني الذكاء العاطفي. وفهمتكم هذه الذكاء العاطفي مهمة جدا للناس تفهمها. لما تفهم بشاولة معنى الذكاء العاطفي، معناته كل واحد شخص وبكل حرية وبكل عقل وبكل صراحة، شوف في روحك، شوف في نفسك، وتقول نفسك أنا كشخص، أنا كمواطن، شاهي الأمور اللي نقدر نديرها باش نعاون بلادي. هل نقدر نناضل؟ هل عندي معرفة باش نوزعها بين الناس؟ هل عندي دراهم؟ هل عندي طريقة نوصل بها أمور؟ هل هذا هو اللي الانتليجنس ايموشنال؟ لازم أنت كشخص كمواطن تعترف مع نفسك، تقول باللي هذه هي الطريقة اللي غادي نعاون بها، وما غاديش نبدا نخرف على روحي ونبدا نفكري دي 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 شوز دو ما تيت، وين ابري جو مي لا بار تالمو او كو نفشل وما نقدرش ندير. دونك يفو اتر سيريو بارابور ا سا. بار كونسيكون، كاين النقطة الثالثة الأخيرة اللي بغيت نهضر عليها اليوم، واللي راهي بزاف الناس يهضروا عليها، راهم يقولوا يا جماعة لازم نعيطوا لاكريف. هذه كلمة صعيبة، هذه كلمة لحقنا المسقي كيما نقولوا. أولا هذه سيتان سوجي تخي 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 غراف، قلتها لكم بليزيور فوا، يفو بروند لا شوز او سيريو. خويا أحمد يقول الذكاء العاطفي، أوكي. إذا هذا الأمر هذا تاع لاكريف يفو لو بروند او سيريو. كاين نقطتين، النقطة الأولى ولا كاين ثلاث نقاط. النقطة الأولى، أنا متيقن أنه الحملة تاع قعد في دارك نجحت لأنها جات مع الانتخابات، ماشي غير هكا. تعقلوا، قلت لكم النظام الخبيث هو اللي ما يعرفش وعطانا هذه الفرصة، أعطانا اون اوبورتونيتي اون شونس. فلا كومبينيزون انا كوبلي هذه القضيه تاع ما تفوتيش وما تخرجش من دارك، وهما سهلوا علينا القضيه، لانه ديجا الجزائري كان قابل الفكره تاع ما يفوتيش، وجات له سهله باش يقبل الفكره تاع يقعد في دارو اون بليس دو سان نهار واحد، اون بليس دو سان نهار اللي ما يخدمش فيه. سي فري كوم موالفين نهار الفوت الناس يمشوا ويخرجوا ويحوسوا، هذه الخطره استثنائيا قعدوا في دارهم لانه لباو هذا النداء والحمد لله. بصح مين يجي في لاغريف سي نوتر شوز، سي نوتر بير دو موش، قضيه راهي خطيره ومهمه في نفس الوقت. انا مانيش ضد الفكره، لكن تعرفوني انا نبغي نخدم بالعقل، نخدم بعلميه، حاجه اللي نعرفها، حاجه اللي دارسها على مستوى تجارب اخرين، لانه لازم نتعلموا من التجارب تاعنا، خصوصيات تاعنا كجزائريين، بصح نتعلموا من تجارب تاع الناس الاخرين. وفتنا درنا لاغريف فتوى 88، وتعقلوا لي بروميير جور لاغريف كانت فابل. دونك لاغريف كون تو يابا لاين غريف يفو كو سوا اون غريف او موان تاع سمانه. علاش؟ باسكو سي بروفي سيانتيفيكمون كو كون تو في دي زابيل ا لاغريف، لما تعيط لاغريف النهار الاول الزاوج الثالث الناس يخافوا، الناس يولي قارعوا يقابروا شكون يخرج شكون ما يخرج الى اخره. وبو دو تروازيام جور اذا هذوك اللي بداو لا غريف قعدوا، اذا كان هذوك اللي داروا بداو في لا غريف داروا الشجاع داروا زعما كوراج وكملوا فيها، الاخرين يتبعوهم. دونك هي توجور هذوك اللي يديروا لو ديبي دو برومي تروا برومي جور تكون صعيبة، صوف إلا كنا عندنا واحدين صحاح ما يسمحوش، يابري الآخرين يدخلوا يقولوا أو بون هذه لاغريف أبارامون الناس راهي خشنت راسها لازم ندخلوا معاهم. هذه أولا. ثانيا لابيل أون غريف جينيرال لازم لها تحضير لوجيستيكي، لأنها سيت أون أكسيون أوبيراسيونال على الميدان.
ونو لو مودورد باسكو اون لابيل لو مودورد لازم يلحق الى ابعد اقصى الى اقصى درجه انه الناس زعما تلحق لهم هذا المعلومه دونك il faut que ce soit aussi un travail de terrain qui dit travail de terrain ça veut dire il faut être disponible في البلاد. ثالثا انا قلتها لكم مرارا وتكرارا قلتها لكم بليزيور فوا قلت لكم انا شخصيا باش انا وحدي ما عيط لكم منها ونقول لكم ما تخرجوش ديروا غراب غير في هذيك تاع الفوت هذيك حاجه هذيك سيتي اكسبسيونيل نقول لكم ديروا غراب ولا ديروا مظاهرات لا ما عنديش الحق ما عنديش الضمير تاعي ما يسمحليش وثاني الليتيك تاعي واخلاقيا لان السياسه عندها اخلاق كما قلت لكم il faut pas faire de la propagande avec des fausses vidéos اخلاق ما تخلينيش نكذب اذا اخلاق نفس الاخلاق ما تخلينيش نقول لكم ديروا حاجه وانا ما رانيش معاكم لكن فيما يخص هذا انا عندي اتصالات مع رجال ونساء موثوقين في البلاد ما نذكرش الاسماء وقلت لهم انا مستعد بما اني راني في امريكا ومضايقات ضدي ما رايش موجوده كما الناس اللي عايشين في فرنسا فرنسا ولو انهم في فرنسا عندهم مضايقات انا لحد الان ما عنديش مضايقات من السلطات الامريكيه ما كاش اللي يهضر معايا وتوعنا ما على باليش بهم توعنا ما دايرين كاع في الحساب فلهذا قلت جماعه في البلاد الى عندكم اي مساج تعرفوني باللي انا ما نكذبش وما نجيبش هذا وعاد يكون عندي دليل مكتوب من عند هذا الناس ما غاديش نخرج الدليل غادي نقعدوا عندي لكن هذا الناس اذا تكاتبوا معايا وقالوا لي يا حميد هذا هو القرار تاع التنسيقيه تاعنا وباغيين هذه الرساله تلحق للشعب انا نوصل الرساله وان شاء الله فهمتوا هذا الكلام الان غادي نقرا هذا الاخر باسكو الطياره راهي قربت دونك جوفي ندير لي ميساج تاعكم اذا كانت اي حاجه لاهي نزيدها لكم بارابور لي ميساج تاعكم اذا سلام راني غايا خويا عبد الحق قضية أخرى بزاف الناس يشكروا هذا بلا جميل هذا واجب تاعي هذا نديرو بدون محاسبة أنا قلت لكم داخلة في الذكاء نسيت قاعد ديجا كما يقولون ذكاء كيفاش قلت كيفاش سميتو خويا الانتيليجونس العاطفي الذكاء العاطفي يخليني ندير اي حاجه نقدر نديرها الوقت تاعي والمعرفه تاعي والاتصالات وجاردان حراك لي فواياج السفاره الوقفات الفواياج واشنطن المدينه الى اخره هذيك امور نقدر نديرها بصح نبغي نطلب منكم حاجه الحمد لله الناس بزاف راهي تتبع هذا الكلام ويعني راني فرحان وفريمون جو سوي فيير يعني فخور بهذا لكن ثاني الخدمه عليكم انتوما الخدمه عليكم اذا كنت انا هو همزه وصل مشي لانفورماسيون ونعطي المعلومات مدى بكم توصلوهم لأكثر الناس ممكن هذا مهم جدا وهذا هو اللي مطلوب منكم إذا, 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 إذا كان عندكم الناس تعرفوهم إذا كنتوا في الخارج ممكن تعملوها عن طريق البرتاج وإذا كنتوا في البلاد وخايفين ديروا برتاج يقربوكم ديروها عن طريق التقليدي راكم تليفونات بيناتكم راكم تتلاقاو في العراس وتتلاقاو في الجنازة وتتلاقاو في القهاوي وتتلاقاو في كل بلاصة تكلموا على هذه الأمور تكلموا على الأمور خلونا نبنيو حاجة نديروا هذا التوعية ونبنيو حاجة ونترافاي كوم من فامي جماعة الحمد لله بدينا بوالو
الان رانا الالاف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. تيك توك انا ما نقدرلوش تيك توك لانه ياخذ بزاف وقت، وسمحوا لي انا ما نقدرش ندير تيك توك، ما نعرفلوش ما نفهملوش وما نش باغي نديرو. لكن بارطاجيو هاد المعلومات اللي نعطيكم انا على الفيسبوك، وبارطاجيو اليوتيوب، وما يحتاج تعقلوا للاسم. الاسم هو اسمي حامد للو، اسمي الحقيقي، وجهي هو وجهي الحقيقي. نعطيكم اسمي بكل وضوح، ما نخبي على حاجة عليكم. تقدروا تفتشوا على اسمي، على خدمتي، واش ندير واش ما نديرش، راني كل شيء راه موجود في جوجل. كريم حمار قربنا ما خطا، لا ما تشهش على حاجه. وين على بالك؟ وين على بالك سامارشرا وسامارشرابا؟ انا ما قلتش سامارشرا وسامارشرابا، انا قلت لازم لها تحضيرات، لازم لها شويه وقت. هي مهمه، هي سيت ان اوتي كي يوتيليزي. كيما قلت لكم تعقلوا، كيما قلت لكم هذيك اللي تبقى في دارك راهي مهمه وتقدر تضر بالاخر. نفس الشيء مع لاغراف، شو هو لاغراف؟ سانوزا بري 4 mois pour préparer هذه لا كومبان، هذه الحمله تاع قاعد في دارك تاع الحراك بالسكوت. اذا قضيه انه نديروا لاغراف، مو جي با دي وي جي با دي نو. التسرع ماشي مليح، بها بصح خويا حكي كريم حمار باش تقول سامارش خبا، ما على بالكش حتى واحد، ما على بالو حتى واحد، ما على بالو حتى نجهزوا الواحد. بارك الله فيك. كور ريفولت قال لك مخابرات ارهابيه، قلنا لكم بعدوا من هذا الكلام هذا. البوليس السياسي الارهابي، المخابرات على الراس والعين، مخابرات ما عندهم حتى علاقه. حتى المخابرات راهي سيتون فيكتيم تاع هذا البوليس السياسي. حتى البوليس السياسي راهي قاعد يخسر داخل المخابرات، وراهي يعس في الناس. قلنا لكم البوليس السياسي هو اللي يعس الناس، سواء في الشرطه، يعس الناس في الشعب، في الحكومه، في الجيش، في كل بلاصه. بوليس سياسي، وكلمتكم على بوليس سياسي كاش نهار نرجعوا لها القضيه تاعنا. لم ولن تهزموا، ولكنهم امام نظام بائس وفاشل. بيان سور ما غادي يربحنا حتى واحد، مي سي با فاسيل، حاجه ماشي سهله. سلام خويا احمد، سلام لابوانت. الذكاء العاطفي، طول النفس، اي وي يفو افوار ان سوفل. هذا راه ماراثون، هذا ها سيت ان غران ماراثون. دونك سا بروند دو سوفل، سا دوموند دو سوفل. المولود، وعليكم السلام. يا اخي رحابي وسفيان جلالي، شوف رحابي، سفيان جلالي، عسول، لويزا حنون، صالحي أوشيش. من نهار الاول قلت لكم هادو ما عندهم حتى علاقه، يا عباد الله ما عندهم حتى علاقه مع الحراك. هذوك كلاو ومازال ياكلوا مع النظام، هذوك النظام راه حاكمهم، سواء بالرشوه، سواء بالابتزاز، سواء بالضرب، سواء باي شيء. هذوك ما يسووا. انا من نهار الاول نكاز ثاني قلت لكم هذوك الناس من بكري، والله لا كتبتها هذه مع الناس، وكانوا يقولوا لي هذا كيقتل. يا اخي باينه، سبحان الله العظيم. انا عاطيني هذا ربما بالخبره، ربما باسكو جو سوي جي اون فورماسيون اسي بوسي دون لاخر في هذا الدومين تاع لي غولاسيون انترناسيونال وتاع لا ريزوليسيون دي كونفلي. سبحان الله العظيم، بلوس دو 95% دي كا لما نشهد على واحد ولا نميز فيه نعرف باللي خداع، يخرج خداع. اذا جلالي
عمره ما وقف مع الشعب. من نهار الاول هو في الخيانة، من نهار الاول هو خادمها، من نهار الاول هو مرقحها مع الاخر. اذا ما تكسروناش رسالنا مع رحابي وقتش كانوا في الحراك هذو كاع سي ديزوبورتينيست. انا قلت لكم الناس اللي بانوا لي جوسكا بريزون هذوك ال11 اللي وقعوا، وبعض الناس الاخرين اللي تعرفهم ثاني، بصح هذو الاسماء قاعد يذكرتو ما عندهم حتى علاقه مع الحراك لا من بعيد ولا من قريب، وعمرهم ما دخلوا في الحراك. يوسف قال لك جو سوي با داكور مع نكاز، ربما نكاز في الاول، بصح انا من الاول لي برومي طون كان يدير فرفرة دروات يا غوش. غادي نقول لك واش صرا مع نكاز. نكاز البروبليم تاع البوليس السياسي، البوليس السياسي يليتيليز اوسي لا مانيبيولاسيون. دي فوا الناس ما على بالهمش، دي فوا الناس ما على بالهمش باللي يسون مانيبيولي با لا بوليس بوليتيك، ويدخلوا في اللعبه انكونسيامون بلا ما يعرفوا. هو جاي من فرنسا وجايبها العقليه تاع ندير النضال الى اخره، فدا الشعبيه خلاوه اي لون مانيبيولي ا مومون دوني. مي لي ديرني طون سيتي بلوس كو لا مانيبيولاسيون اي لون سيرتينمون. هو قال تعذب و ابري اي لون فورسي بور شانجي باش يقلب الفيستا. مي من نهار الاول براتيكمون من نهار الاول الى ايتي مانيبيولي. دايور كيما هو كاين الناس اللي انا جو بونس كي سون مانيبيولي، تعطيهم يعطوهم المعلومات ويقول لك انا نعرف ندير معلومات، نعرف كيفاش نفرزها، ونعرف الصحيح من الصحيح من الكذب الى اخره. انا هادو تاني الناس نشك فيهم بزاف. ونكاز اسمح لي خويا، خاصه المرة هذه الأخيرة اللي خرج منها من الحبس باينة باللي بدلوه، لأنه احنا نتعاملوا مع بوليس سياسي اللي متعلم بزاف مع الأنظمة الخبيثة الأخرى، ومعروفين في التعديل. فوالا، إذا راني كملت معكم. إذا كان عندكم حتى حاجة إن شاء الله. الآن راني عيان، نتصل بكم سيرتينمون، نتصل بكم منا على هذا الويكاد إن شاء الله. بارك الله فيكم. كاش واحد عنده أسئلة ولا حاجة مشي لي بار ميسنجر، ولا عنده كونتاكت تاعي مشي لي بار كونتاكت. إذن بارك الله فيكم، شكرا وإلى اللقاء، وإن شاء الله خير. إن شاء الله خير. باي باي.